السلام الله عليكم، تحياتي. محمود السوس، علاج طبيعي وتأهيل. خلينا نناقش اليوم موضوع الشموع اللي بنستخدمها لتنظيف الأذن، شو فعاليتها وكيف ممكن نعملها في البيت وكيف ممكن نعملها بأساليب بسيطة ونستخدمها. فهلأ عشان بس نجرب الفعالية بدنا نحطها في كأس ونشوف شو فعالية الدخان على هل بيصير تغييرات في منطقة. بناخذ الكاسة بالشكل هذا، بيفتح منها فتحة بسيطة، وهاي هي الشمعة اللي بدنا نولعها اللي هي بدها تكون في داخل الأذن. خلينا ننزل كمية لهيك ونحط عليها شوية عساس نحكم التسكير، وبعدين نولعها ونشوف شو التغيرات اللي حتحصل داخل الكاسة، وحنحكي عن فوائد عمل الطريقة هاي من ناحية تجميلية تنظيف للواكس، ومن ناحية علاجية شو المواد اللي ممكن نستخدمها وشو الشغلات اللي ممكن تساعدنا فيها. هاي الشغل الطريقة البسيطة اللي هي طريقة قديمة صينية صارها آلاف السنين، فيش أي مشاكل، فيش أي حدا عمل أي مشاكل منها أو أي خطورة، بالعكس ساعدت ناس كتير على إنهاء مشاكل الطنين أو التخفيف منها، إنهاء الاحتقانات أو التخفيف منها في منطقة الأذن. فهيك بنبكى تقريبا سكننا المنطقة، بس ما علينا إلا خلينا نولعها ونشوف شو حيصير بالهواء هذا اللي جوا. وبالمناسبة بنشرح لكم شو الموضوع بالنسبة لهذول لهاي الشموع ولايش بنستخدمها وشو الفعالية. أنا بدي أشوف شو اللي قاعد بصير في الكاسة، في داخل الكاسة مع وجود الشمعة وامتصاصها للهواء اللي في الداخل وعمل ضغط خارجي وتغيير مستوى الضغط. يعني بصراحة أو بشكل مبسط، موضوع الشمعة هو موضوع مشابه لعملية الحجامة. عملية الحجامة تقوم على مبدأ تغيير الضغط الخارجي عساس سحب الدماء والمواد اللي بيحملها الدماء للشعيبات الدموية الدقيقة في المنطقة اللي بنعمل عليها الحجامة، أو القابينج اللي هي زي الحجامة كاسات الهواء بس بدون ما نعمل جروح. هلأ الهدف من الحجامة مش إنه نطلع الدم، الهدف من الحجامة هي عملية تغيير وتدفق الدمها للمنطقة اللي احنا عاملين عليها الحجامة، وهذا بيؤدي للتغيرات العلاجية ولإزالة الاحتقانات بشكل كبير. إزالة الدماء هذا كمان بيساعد. فهون قاعدين بنعمل زي عملية الحجامة، تغيير ضغط. هذا تغيير الضغط بحد ذاته بيعمل عملية تمارين للأذن، للأذن الخارجية، للأذن الوسطى. يعني احنا كل تمارين العلاجية لطنين الأذن كلها بتعتمد على تغيير وضعية الضغط. تغيير الضغط والاهتزازات على الأذن هذا بيؤدي لتحفيز الأذن الداخلية والوسطى وإزالة الخشونة فيها وإزالة الاحتقانات فيها. نشوف شو صار هون، لسه الهواء شوي شوي ما تغير. خلينا نخليها ونشوف. على كل، طب أنا كيف هذه الشمعة ممكن أسويها بأسلوب بيتي؟ بسيط. طبعا هلا بنحكي لكم شو اللي بفرق الشمعة اللي احنا بنسويها، لانها ما لا تستخدم من شموع عادية، لانها شموع مضاف لها كمان المواد الطبيعية اللي بتعطي مضادة للالتهابات، لانها بنعمل تبخيري مش بس بنحط الشمعة، والشمعة بتكون معمولة من الشمع هاد اللي هو مشبع في الاعشاب الطبية اللي حكينا لكم عنها ولا بنحكي لكم عنها. هلا اول شيء بدي اعمل الاطار. الاطار بده يكون على شكل انبوب
الافضل يكون معدني، اي شيء معدني موجود عندكم في البيت حديث. فبدنا نعمل على شكل نلفه لف القصديرة بالطريقة هذه، إلا إذا كان عندكم شيء أخمل. بعد ما نلف القصديرة هنا الشاشة دي من نقص منها كمية، كفاية إنه نعمل بشكل اسطواني للقصديري بالطريقة هذه. وهلأ ما علينا فقط إلا نعمل عملية لف بانداج، أي بانداج موجود عندكم بشكل بسيط قماش، بنحطه في بداية الشمعة من هون من تحت اللي هي هذه، حضلها مفتوحة لضمان إنها تضلها مفتوحة. بنحط شيء اللي نضمن انه الفتحة كاملة ومفتوحة في القصدير، يعني هي لو في عنا شيء معدني يكون افضل، بس بتحطها على شيء واشيله وتظلها عملية الاسطوانة موجودة. الحجم بلعب فيه زي ما بدي، السموك في هاي الحالة فقط بحط الشال بالطريقة هذه من تحت وبعمل حركة التوائية، بصير وأرفع فيه بطريقة حلزونية للأعلى فقط، لأني بدي أحط الشمع على ال وبقصها. ممكن قص بالطريقة هذه وهيك بيكون في عندي، طبعا هذه بشيلها بعدين اللي تكون مفتوحة، فقط بحطها في الواكس هذا اللي محمينه مع الأعشاب مع وباخذ بصير اسحب من بالفرشاي ونحط على الشمعة على القماش هذا الطبقات الشمع هذه اللي هي ساخنة، وبندهن فيه الشمع على الشمعة مع الأعشاب طبعا اللي حطناها، الكركم، الزعتر، النعناع، الزنجبيل، وهذا كله بعطي الشمع نكهة علاجية وهواء علاجي. هلا بنشوف شو صار في شمعتنا الثانية هذه، وبندهن عدة طبقات، عدة طبقات اللي نتركها بعدين تنشف، وبكون عندنا طبقة شمعية على مع سمسم كمان، حطينا سمسم يعني هاي عندكم شمع بسمسم مش بس كعك بسمسم. وبنكرر العملية هذه لأننا نحط لنا خمس طبقات ست طبقات من الشمع هذا بحيث ما تكون غميق كتير، وبنتركها بالطريقة هذه تنشف، ولما تنشف بنشيل الغطاء الخارجي هذا اللي حطناه بالطريقة هذه، وبصير عندنا شمعة كاملة. خلينا نشيله ونتركها عشان تبرد وبنولع لكم إياها كل ما ننهي الحلقة، وبنتركها تنشف
ماشي نشوف شو صار عندنا في هلا. اوكي هيك هلا هون شو صار، خلينا نشوف هل شو صار في الهواء اللي جوا هذا، في صار اي، خلينا نخليها للاخير ونشوف شو بصير. على كل هذه نفس مبدا الشموع اللي حفرجيكم كيف تتسوى. انا ممكن اعمل شموع في البيت من هالمواد العطريه هذه والاعشاب اللي موجوده، هذا اللي استخدمها كتبخيري فقط. علي اجيب شمعه عاديه، شمعه سينه اقصها واخلي الخيط فيها، وهاي عنا شمعة قديمة عملناها، نفس الشيء من هالشموع هذه اللي هي كلها اعشاب طبيعية. وهلا بفرجيكم كيف بدنا نعمل، فقط بنترك في اناء فخاري انا حاطط هون، بوضع الشمعة هذه فيه، وبثبتها وبخلي. وهلا بحكي لكم شو اللي بنستفيده من وراء هالشمعة هذه الطبية اللي ممكن تعقم الجو وتعطي تعقيم وتبخيرة كويسة لتعقيم الجو واستنشاق هذا الهواء اللي خارج من الأعشاب. يعني هي زي هي عملية تبخيرة بس باستخدام هاي الشموع اللي وظيفتها تعطي حرارة في هاي الحالة. هاي بتكون جاهزة، اذا بولعها بتولع مع حرارة الشمعة والشمع اللي ذائب بنزل كله لتحت. هون في كله الاعشاب، في الزعتر، في النعنع، في الاعشاب العطرية، في الكركم، في الليمون، في القرنفل، في السمسم، في زيوت الزيتون، في كل هذا موجود في هالشموع هذا. فعملية الحرارة هذه اللي طالعة من الشمعة هاي كفيلة انها تعمل عملية تبخيري. نفس الزيوت العطرية هدول لما نحطهم في وعاء في مي سخنة وبصير يطلع التبخيري هذه من الأعشاب هذه. في هاي الحالة أنا عندي تبخيري طبيعية من الشموع الطبيعية هذه اللي بتعقم الجو، بتعقم البيت وبتعطينا تبخيرة أعشاب. هلأ أي شيء بدي أضيفه، بدي أضيف زيت نعنع، بضيف زيت نعنع هون يعني مباشر وبخليه موجود تحت هون في عندي مجال. بدي أضيف زيت زعتر، بضيف زيت زعتر. بدي أضيف أي مواد بدي إياها تعطي رائحة كويسة بضيفها. نشوف شو صار هون في الذان تاعتنا. طبعا أنا مش شايف، بعرفش إذا أنتوا شايفين أي دخنة أي شيء طالعة، أنا مش شايف شيء. خلينا نخليها للأخير، ما مش هشيلها، بس ديروا بالكم لما توصل للأخير فطنوني. شو صار في الشمعة هاي تاعتنا؟ لسه باردة، لسه مش باردة بشكل كامل، فبنستنى لنا شوي بس تبرد عشان بنقصها من هون وبنولعها من الجهة الثانية، وهاي الجهة بتكون في الأذن. هلا كيف طريقة العمل عشان تكون آمنة 100% هذه الشموع؟ نجيب صحن، أي صحن موجود عندنا بلاستيك، بنغلفه في القصدير اللي يكون كقاعده لوضع الشمعة على الأذن. وفي هاي الحالة فقط بعمل عملية ثقب في فقط، لا عملية إذا وقع شيء من النار يوقع على الصحن. بتأكد إنه الفتحة كويس، فهيك عنا هاي الشمعة جاهزة اللي نوضعها على الأذن. طبعا أنا مش شايف هون أي دخان،
اذا انتم شايفين اي شيء خليناها تحترق للاخير، مش شايف اي دخان واي شيء، حتى لو نزل دخان على الاذن هذا الدخان بيكون مشبع في كل العناصر والاعشاب اللي موضوعه هون. ففي هاي الحاله فقط بقوم بعمليه انه اولع الشمعه زي ما عملت في الكاسه هون، والمنطقه هذه السفلى هذه اللي هي تكون في الاذن وتعمل عملها بالنسبه لشفط وتغيير الضغط الخارجي مع الضغط الداخلي. هاي عمليه تمارين، هاي عمليه تعقيم، هاي عمليه ازاله للشوائب وشفط وفاكيوم للشوائب اللي موجوده وللاحتقانات، وكمان من الاعشاب هذه اللي حطناها، هذه تبخيري للذنين، يعني بصير اشعر فيها واشعر انه هلا شاعر في الذبذبات هذه، شاعر في هذه من النار اللي قاعده بتطلع. اساس بتعمل شفط لكل هالغازات، ومع الغازات طبعا اللي في منطقه الاذن بيخرج الواكس، بدخل هالشوائب، هالزيوت، هالشغلات العالقه، وبيعمل عمليه تمرين للاذن الوسطى والاذن الداخليه والاذن الخارجيه مع ازاله الضغط وزياده الضغط وتخفيف ضغط. فهذا كله مع الاعشاب بيساعد، وبنظلنا حاطينها على الاذن لحد ما نوصلها لمرحله يعني 2-3 سنتي بعد الصحيح. وفي هاي الحاله فقط نطفيها، شغلات بسيطه وما بصير اي شيء ولا فيها اي خطوره. هاي ممكن تنعمل مره في الاسبوع، مره في الاسبوع فقط. طبعا الشموع هذه بنصحكم بتخلوها عندكم في البيت، تعطيكم جو كويس رومانسي، وكمان تعقيم للجو وتبخيري للي بتنفسوها، لانه حتلاحظوا بعد ما تولعوها كل الغرفة حتصير مشبعة بالروائح العطرية اللي موجودة في الاعشاب هذه اللي هي حطناها هون نفس الشيء. فخلينا نشوف كيف شمعتنا هاي بدها تولع، لسه مش ناشفة مزبوط، بس خلينا نجرب. بنقصها من فوق، هذه اللي فوق هذه بدي احطها في الدان، نفس الشيء نفس ما عملنا هون، واللي في المنطقة هذه هاي بدها تتولع. طبعا احنا المفروض نستنى تبرد عشان نشيل القصدير اللي حطينه، بس اذا في كان سيخ حديد ساعتها بتسحبه وبتضل الشمعة موجودة، ساعتها سهل. هاي كلها زيوت وهاي كلها شموع، فبتولع بالطريقة هذه وبصير تسحب 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 وتنظف لنا هالتنين. شكرا على الاستماع. الطريقة هاي كويسة مفيدة، فيش فيها خطورة، منها علاج منها تنظيف منها تنشيط للأذن، مرة في الأسبوع فقط مش أكثر. الشموع هذه قد ما بيقدم. تحياتي لكم، شكرا على الاستماع، دكتور محمود السوس.